خليني بس افكر حضراتكم، عشان الكلام ممكن الكلام ينسى بعضه. فانا بفكركم الرئيس السيسي قال ايه في اكتر من مناسبه، وبالمناسبه وللحظ كنت حاضرهم كلهم، بيكلم على القطاع الخاص بيقول ايه. اسمعوا الرئيس. انا بقول بس للقطاع الخاص ان في صناعات كثيره جدا عندها فرصه في مصر، وعندكم فيها فرصه لو خدتوا الاراده. كل المشروعات اللي احنا بنفتتحها دي احنا مستعدين، والجهاز هنا مستعد ولا يا محمد؟ ها؟ مستعد ان احنا القطاع الخاص لو عايز يخش يشارك يتفضل يخش. المشروع خلص، المشروع ايه؟ خلص وبينتج وناجح. لو القطاع الخاص عايز يخش يتفضل، احنا مستعدين نعمل كده. احنا عملنا الصوب وبقت جاهزه اهي. اللي عايز يجي يستاجر الصوب دي يتفضل، اللي عايز يجي يشتغل مع القوات المسلحه يستاجر صوب وينتج منها من القطاع الخاص، احنا ما عندناش ولا عندكم مشكله؟ لا صحيح. ها؟ فاحنا انا كنت قلت لهم الكلام ده قبل كده، بس طبعا ايه يعني باكده عشان الناس كلها تسمعه. تعالى دي حاجتك واشتغل، وكل حاجه زي ما انت شايف معموله بشكل كويس ومناسب. اجر الصوب 10 5 15 50 واشتغل وشغل الناس. دور القطاع الخاص، واحنا كنا بنتكلم انه تقريبا بيقوم باكثر من 98% من الاستثمارات في القارة، وبالتالي التعاون بين القطاع الخاص وبين الحكومة أو بين القطاع الخاص والحكومات في مختلف الدول أمر في منتهى الأهمية، ويمكن هو ده الأهمية من عقد هذه المائدة المستديرة اللي احنا بنتكلم فيها، عشان نقول هي التحديات والمشاكل والصعاب اللي بتقابل هذا الشكل أو هذا التعامل، بحيث أنه يقدر يحدث من خلاله التناغم المطلوب بين الحكومات وبين القطاع الخاص. في مصاعب كثيرة تقابل القطاع الخاص، وفي تحديات الحكومات المطلوب ان هي تقوم بتسهيل هذه المصاعب والتغلب على هذه التحديات حتى تيسر الامر لهذا التعاون. يبقى موضوع القطاع الخاص ومشاركته ده موضوع الدولة منتبهة اليه من بداية النشاط، تطوير وبرنامج الإصلاح الاقتصادي من 16 و17 وحتى الآن، وإحنا النهاردة شغالين بعد إطلاق وثيقة ملكية الدولة والحوار المجتمعي للدار والمؤتمر الاقتصادي ومخرجاته وال13 قرار رئاسي أو توجه رئاسي اللي اتقاله في المؤتمر الاقتصادي. كل ده بيقول إن إحنا ماشيين في الطريق المرسوم مش العشوائي، ووصلنا إلى مرحلة مهمة جدا. كان أحد هذه المخرجات هو عرض مجموعة من شركات القوات المسلحة في البورصة.